قلت منه كل سنة. أنا مش بتاع برامج قوي يعني. أنا ما بحبش برامج, وما بحبش كمان تحديدا البرامج اللي بفلوس يعني. أنا ما أقدرش يعني. أنا يسعدني ويشرفني إن أنا أبقى مع حد محترم زي كده, ربنا يكرمك, وأتكلم عنه وأتكلم معاه بقلب مفتوح زي ما أنا بعمل كده. ده عندي بالدنيا طبعا. وأنت نورتنا.